مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج صحافة الغد، من خلالها نتابع أبرز العناوين التي تطالعنا بها الصحف المحلية الصادرة صباحا، مجموعة من الموضوعات والقضايا اللي بتشغل بالتأكيد الرأي العام المصري. دعونا نطلع معكم على أبرز العناوين في هذه الصحف. معنا في الأخبار اليوم إعلان موعد الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. ومن اليوم السابع سباق المتعافين للتبرع بالبلازما في المحافظات، نقدمها شكرا لله. ومن الوفد اتحاد الصناعات يبدأ حصر المصانع المتوقفة بسبب كورونا. وفي اليوم السابع نقرأ بدء توريد الكمامات القماش للكمون. البداية إذن مع تفاصيل العنوان الخاص بجريدة الأخبار اليوم، إعلان موعد الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لعام 2020، ونشر في الجريدة الرسمية والمتعلق بمجلس الشيوخ. وتقول تفاصيل هذا الخبر فيما يخص إعلان موعد الترشح للانتخابات أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بتعقد مؤتمر صحفيا السبت للإعلان عن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ودعوت الناخبين للإدلاء بأصواتهم والجدول الزمني للعملية الانتخابية. الجهاز التنفيذي للهيئة بيعكف حاليا على إعداد القرارات المنظمة للانتخابات وتحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الاقتراع واتخاذ التدابير الاحترازية المختلفة ومنع تزاحم الناخبين أمام اللجان لمواجهة جائحة كورونا. أيضا سيكون هناك قرارات بشأن شروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح وتخصيص الرموز الانتخابية وضوابط تصويت المصريين في الخارج ودعوة الناخبين للاقتراع والجدول الإجرائي والزمني لهذه الانتخابات. انتخابات مجلس الشيوخ بتجرى على 100 مقعد فردي و100 مقعد بنظام القوائم، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية ل100 عضو من الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات. والقانون أيضا بينص على إن المرأة بيخصص لها ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد مقاعد المجلس. بالتأكيد يعني عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى سيكون نقلة في الحياة البرلمانية في مصر، بالإضافة إلى مجلس النواب. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر مجموعة أو أقر مجموعة من التعديلات التي تمت على هذين المجلسين. خلونا نروح معاكم لليوم السابع وخبر بيحمل عنوان بدء توريد الكمامات القماش للتموين. على مدار الأسابيع الماضية كان الحديث عن صرف الكمامات للمواطنين على بطاقات التموين. كان هناك شائعات كثيرة مغلوطة بخصوص سعر هذه الكمامات أنه يصل إلى 40 جنيها، لكن تم نفي هذه الشائعات والتأكيد أنها ستكون متوفرة بالشروط المطلوبة والمتفق عليها من قبل وزارة الصحة بمبلغ 8.5 جنيه. تقول تفاصيل الخبر أن الشركات المنتجة للكمامات القماش ستبدأ في توريد هذه الكمامات لشركات جملة تابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية حتى تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية، وده اعتبارا من يوم السبت بسعر 8.5 جنيه في إطار طبعا حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأيضا في ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد. الشركات المنتجة هتقوم بتوريد 300,000 كمامة قماش كدفعة أولى، وسيتم توريد هذه الكمامات بشكل مستمر لتصل حتى نهاية شهر يوليو الجاري من 19 مليون ل 20 مليون
قطعة وقد تزيد عن ذلك أيضا، وده حسب معدلات إنتاج الشركات، ويتم البدء في توزيعها على البطاقات التموينية. الحقيقة في توجيهات من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي بتشكيل لجنة. هذه اللجنة مهمتها الأساسية هي المرور على منافذ توزيع السلع التموينية المختلفة والتأكد من توفر هذه الكمامات وأنها تباع وفقا للشروط على البطاقات التموينية وبالسعر المحدد من قبل الوزارة، والتأكد أيضا من المواصفات الفنية لها إذا كانت متطابقة لكل الشروط والمواصفات. وبالتأكيد يعني هذه الأسعار اللي تم الإعلان عنها تم إقرارها بعد دراسة دقيقة للكميات الموجودة ولعروض وبدائل المطروحة أيضا قدمت من الجهات المختلفة، وهيكون في اتفاق أيضا على توريد هذه الكمامات للمحافظات المصرية المختلفة وتوريد أنواع أخرى مع المحافظة على جودتها وبسعر بيتراوح من 6 ل 10 جنيهات، على مع التأكيد على أن كل الأصناف بتتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة. بنبقى مع اليوم السابع وسباق المتعافين للتبرع بالبلازما في المحافظات، نقدمها شكرا لله. الحقيقة كان في يعني حديث كثير حول فكرة التبرع بالبلازما، وكان في دعوات ومبادرات لحث المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم علشان تساعد في شفاء حالات أخرى خاصة الحالات الحرجة في المستشفيات. والحقيقة مراكز وبنوك الدم في محافظات الجمهورية المختلفة شهدت توافد من قبل المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ المصابين والحالات الحرجة الموجودة في المستشفيات على أجهزة التنفس، وده بعد دعوات من قبل مسؤولي الصحة بالمحافظات. محافظة الغربية على سبيل المثال، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا والتابع لخدمات نقل الدم القومية شهد توافد أعداد من المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما للمرضى. ودكتور ناصر عبد الناصر حميد وكيل وزارة الصحة بالغربية دعا المتعافين لسرعة التوجه للبنك للتبرع بالبلازما للحالات الحرجة، مشيدا بالمبادرين اللي تقدموا للتبرع. أما دكتورة أمل سفوح مدير بنك الدم الرئيسي قالت إن البنك على استعداد كامل لاستقبال المتعافين على مدار اليوم، واعتبرت التبرع عمل إنساني ووطني من المتعافين لإنقاذ المرضى. أما في الأقصر فمدير عام مستشفى الأقصر الدولي أكد أنهم بدأوا في 10 يونيو أعمال جهاز بلازما الدم داخل مقر بنك الدم الإقليمي بالمستشفى، وتم استقبال حالات للتبرع ببلازما الدم وتواصل ذهاب المتبرعين إلى هذا المستشفى للتبرع بدمائهم وتوفيرها لعلاج المصابين بالفيروس في مستشفيات العزل في الأقصر. خلينا نختم مع محافظة الشرقية واللي أعلن فيها دكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 بعد تطبيق بروتوكول علاج محدد من وزارة الصحة تم خلاله استخدام بلازما الدم للمتعافين لحالة كانت بتبلغ من العمر 54 عام. الحقيقة يعني دايما حس وطني عالي وحس إنساني أيضا من قبل المواطنين المتعافين، اللي أكدوا أن فكرة التبرع بتأتي كنوع من أنواع تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى أن هم قدروا ينجوا من الفيروس وأعراضه المختلفة، ففكروا إزاي ممكن يقدموا المساعدة لأي مصابين آخرين. وبالطبع بيكون في نوع من أنواع الكشف على المتبرع وعلى المريض اللي بتنقل ليه بلازما الدم من حيث المطابقة للمواصفات، وأنه فعلا هذا الدم صالح للاستخدام أو نقله لأحد المصابين داخل المستشفيات. نروح معاكم مشاهدينا لجريدة الوفد. واتحاد الصناعات بيبدأ في حصر المصانع المتوقفة بسبب كورونا. تفاصيل الخبر بتقول أن اتحاد الصناعات المصرية بدأ إجراءات لحصر المصانع المتوقفة كليا أو جزئيا نتيجة جائحة كورونا، تمهيدا لرفعها للجهات المعنية ودراسة تقديم المساندة والدعم للمنشآت
المتضررة. المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات قال إن الاتحاد أرسل خطاب للغرف الصناعية لحصر المنشآت الصناعية المتضررة من الجائحة، سواء اللي توقفت بشكل جزئي أو كلي، وده خلال أسبوع. الحصر طبعا هيسمح بالتعرف على الأثار السلبية اللي لحقت بقطاع الصناعة أكثر القطاعات المتضررة ونسب التوقف الحقيقية، علشان يمكن تقديم المساعدة ليهم. والحقيقة يعني هذه المبادرة أو هذه الخطوة أتت في نفس الوقت مع دعوة من قبل مجلس الوزراء لتفعيل مبادرة خاصة بتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، مبادرة ارتبطت بشكل كبير بجائحة كورونا وتبعاتها السلبية. بالتأكيد نمط الاستهلاك اتغير لدى الكثير من الأسر المصرية، عشان كده كان التفكير في هذه المبادرة لتشجيع المنتج المحلي المصري ولإعادة الحركة في القطاعات الصناعية المختلفة وإعادة العمل في عدد كبير من المصانع اللي توقفت بسبب ظروف الجائحة وظروف الحظر. المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات قال إن القرار جاء بناء على تكليفات رئاسية لرئاسة مجلس الوزراء للتخطيط بشأن الشركات المتوقفة نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهيكون في حصر لنشاط الشركات، مدة التوقف، بيانات العمال وأيضا عددهم، ويتم إرسالها بشكل مباشر لوزارة التخطيط، وهيكون في دعم ومساندة للشركات الصناعية المختلفة وإعانات مالية من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، أسوة بقطاع السياحة أيضا علشان يتم التخفيف من الأعباء على أصحاب الشركات، ونوع من أنواع الدعم ما بين كل قطاعات المجتمع بالتأكيد للقطاع الصناعة في مصر لعودة الصناعة لأوجها، وأن يكون في صناعات محلية كثيرة بيعتمد عليها المواطن المصري في الفترة المقبلة. نروح أو نبقى مع جريدة الوفد، وتبحث تأثير كورونا على سوق العمل. مصر و186 دولة في القمة العالمية للعمل الدولية عبر الفيديو كونفرنس. منظمة العمل الدولية بتقيم أو بتستكمل قمة عالمية افتراضية بشأن كوفيد 19، بالتأكيد اللي أثر بشكل كبير على عالم المال والأعمال والاقتصاد في دول العالم كافة، وده على مدار 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليو الجاري، وده في جنيف عبر تقنية الفيديو كونفرنس. القمة دي هي القمة الأوسع بين العمال وأصحاب العمل والحكومات، وهتكون بمثابة مؤتمر العمل الدولي واللي تم إرجاء دورته رقم 109 واللي كانت مقررة في شهر مايو الماضي، وده طبعا بسبب جائحة كورونا. منظمة العمل الدولية الحقيقة عقدت قمتين مصغرتين في الأول والثاني من شهر يوليو على المستوى العربي والإفريقي، شاركت فيها مصر ممثلة في وزير القوى العاملة وأيضا وزراء العمل وقادة عماليون وأصحاب عمل من قارة إفريقيا. النقاش في قمة الأسبوع المقبل الحقيقة هيتناول إزاي ممكن نعالج الأثار الاقتصادية المختلفة الناتجة عن جائحة كورونا. طبعا كان في تأثير على العاملين وعلى المنشآت الاقتصادية المختلفة، هيكون في مبادرات ونوع من أنواع التحاور ما بين قادة دول العالم المختلفة ووزراء العمل والقوى العاملة من أجل التوصل لحلول ومبادرات للتخفيف عن عاتق وكاهل الشركات. نروح لجريدة الأخبار وتزايد الطلب السياحي على شرم الشيخ والغردقة. تفاصيل الخبر بتقول أن وكالة نوفا الإيطالية قالت أن مصر هتشهد فترة انتعاش في السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت الشركات السياحية الإيطالية المزيد من الطلبات على السفر إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح، واستقبلت الغردقة وشرم الشيخ طائرتين من سويسرا وبيلاروسيا على متنهما 313 سائح في ثاني أيام استئناف حركة السياحة. حركة السياحة بدأت تعود يعني بشكل ليس سريع. خلونا نشوف تفاصيل أكثر حول عودة حركة السياحة مع الأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية في الأقصر. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن البداية في عودة السياحة بالسياحة الشاطئية، أهمية يعني هذه العودة التدريجية في هذا التوقيت، وإزاي ممكن هتمهد بعد كده لعودة السياحة الثقافية بشكل كبير في موسمها اللي بيكون مع بداية فصل الخريف. الحقيقة خلينا نقول مبدئيا أن قطاع السياحة أو صناعة السياحة في مصر الحقيقة لم تكن تتوقع هذا التدفق. يعني أكثر المتفائلين
لما اعلنا عن الدوله اعلنت بنسبه بفتح التجريبي بنسبه 25% ثم 50%، لم يكن بهذا التفاؤل بان يصل هذا العدد. لو حضرتك شفتي الجدول اللي نازل بوصولات للغردقه وشرم في شهر 7 حاجة مطمئنة ومطمئنة للغاية. التدفق أكثر من رائع، لأنه ناس كتير قوي، وده الناس ما تعرفوش أن لما حصلت جائحة كورونا في ناس كتير قوي ما لغتش حجوزاتها لمصر، لكن أجلت الزيارة. يعني كان كنا المفروض ناس تبقى في مارس أو أبريل، فقالوا لنا طب خلينا في شهر 7، بعد 7 قلنا لا طب خلينا في شهر 11. مجرد ما فتح الفال الحظر حصل التدفق. الامر الثاني هو دقه الاجراءات اللي اخذتها الدوله الحقيقه الرائعه، متمثله في التعقيم الرائع اللي قامت بيه وزاره السياحه والاثار وعلى اعلى درجه، وقامت بيه شركات عالميه. الاجراءات والتدريب اللي تم من العاملين في الفنادق والمنشات، الاجراءات الصارمه بوجود طبيب في كل منشاه، كل ده بعث نوع من الطمانينه للعالم، خلى في طلب على العوده للسياحه الترفيهيه لمصر. وياخدنا بقى ده للموضوع الاهم اللي حضرتك قلت عليه، السياحه الثقافيه. السياحه الثقافيه حصل 1/7 الحمد لله، تم فتح جميع المناطق الاثريه. 2019 مصر حصل فيها اكبر مجموعه اكتشافات اثريه في تاريخها، ده رقم واحد. اكبر عمليه ترميم تمت في تاريخ معابد الكرنك من 50 سنه تمت هذه الايام، مجموعه اكتشافات رائعه. كورونا ما ادتناش فرصه ان احنا ننعم بيها، اتحطت في برامج صحيحه الحمد لله رب العالمين. اعتقد ان خلال ايام بعد الاعلان عن فتح المطارات سيتم عوده السياحه الثقافيه بصوره طيبه جدا. احنا بنخاطب السيد الوزير، والحقيقه هو له مجهود رائع، حصل نوع من التوثيق لكل عمليات التعقيم، حصل نوع من التوثيق لكل عمليات تطهير اول مره المعابد والمناطق الاثريه، وحتى المقابر تم تطهيرها بنسبه 100% عن طريق شركات متخصصه. كل ده بعتناه لشركائنا في العمليات السياحيه. نعم. بتكون نتيجته ان الناس عارفه المجهود اللي بذل من مصر، متوقعين. نعم. اذا يعني استعدادات لاستقبال السائحين كما ذكرت استاذ محمد في مختلف القطاعات، قطاع السياحه سواء الثقافيه او الشاطئيه، بنتمنى بالتاكيد تدفق السائحين على مصر في الفتره المقبله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عثمان رئيس لجنه تسويق السياحه الثقافيه في الاقصر، بشكرك شكرا جزيلا. وخلونا نختم مشاهدينا معاكم من جريده الشروق، وايضا خبر عن عوده الحياه لمسارح الاوبرا بعد انقطاع دام 4 أشهر. دار الأوبرا المصرية الحقيقة انتهت من إعداد خطة لحفلاتها للموسم الصيفي في إطار التوجيهات اللي صدرت عن الدولة بعودة الحياة لطبيعتها مع أخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وكانت مفاجأة الأوبرا لجمهورها الاستعانة بالنجم الكبير محمد منير للعودة للغناء على مسارح الأوبرا الخارجية يوم 16 يوليو على مسرح النافورة، وكان آخر ظهور للفنان محمد منير داخل الأوبرا على المسرح الكبير خلال افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الماضي خلال يوم تكريمه، وبيأتي حفله ضمن برنامج فني تم الاتفاق عليه وتقديم أكثر من مشروع فني، وده بعد لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم منذ شهرين تقريبا. أيضا هيكون في نشاط آخر كبير في دار الأوبرا المصرية اعتمدته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ويعني هذه الخطة وضعها طبعا الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. الخطة بتتضمن 40 حفل فني متنوع في المسارح المفتوحة واللي تقرر إنشائها والعمل بها خلال فترة الصيف، بالطبع مع مراعاة مختلف الإجراءات الاحترازية، وهيتم الاستعانة فيها بكبار المطربين المصريين زي المطرب علي الحجار والفنان أيضا مدحت صالح. بهذا الخبر عن حفلات دار الأوبرا المصرية بنصل معكم مشاهدينا لاختام جولتنا في أبرز ما طلعتنا به الصحف. غدا اللقاء يتجدد، فإلى اللقاء.